السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أولا أريد أن أهنئ العمال والعاملات الجزائريات باليوم العالمي للشغل، وأريد كذلك أن أقدم لهم تحياتي. ولقد لاحظت بأنها كانت هناك وقفة متميزة في ساحة أول ماي للعمال الجزائريين من مختلف النقابات. في نفس الوقت على هذه نحيي مشاركتهم المتميزة في الحراك اللي عرفته الجزائر منذ 22 فبراير إلى اليوم. كذلك أريد أن أحيي الطلبة الجزائريين الذين يخرجون كل يوم ثلاثاء، ولاحظت بأن في العشر الأسابيع الأخيرة كانوا متواجدين بكثافة كبيرة. أنا نقول بأنهم مستقبل الجزائر، وبأن خرجاتهم تعطي دفعا كبيرا للحراك اليوم في الجزائر. على هذه أحيي كما أحيي كل المواطنين اللي يخرجوا كل يوم جمعة وفي بقية أيام الأسبوع للتعبير عن تبنيهم للحراك الشعب الجزائري الذي انطلق منذ يوم 22 فبراير. في هذه الأمسية أردت أن أتحدث على النقطة الأولى، هو الخطاب أو البيانين الصادرين عن قيادة الأركان للجيش الوطني الشعبي، حيث كان هناك تصريحات البارحة وهناك تصريحات اليوم لقيادة الأركان تدعو أولا تؤكد بأنها سترافق الشعب الجزائري في وقفاته السلمية، وفي نفس الوقت يتحدث الجيش الوطني الشعبي على الحوار. على الحوار، أكيد أن الحوار هي طريقة حضارية لحل كل المشاكل، ولكن في نفس الوقت أردت أن أطرح سؤالا: الحوار مع من وكيف ولماذا؟ اعتقادي بأنه في الجزائريين والجزائريات اللي خرجوا منذ يوم 22 فبراير كانت خريطة الطريق ومطالبهم واضحة بأنهم يريدون ذهاب النظام وكل رموز النظام اللي يديرون مؤسسات الدولة اليوم. على هذه نقول باللي إذا كان الحوار هو حوار مع رموز النظام اليوم، أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة، نقول بأن الجزائريين لهم موقف مبدئي: لا حوار مع بقايا النظام الرئيس السابق بوتفليقة. لماذا يرفضون كمبدأ فكرة الحوار ورفضوا الذهاب إلى المشاورات التي كان قد بدأها رئيس الدولة؟ لأنهم يعتبرون بأن هؤلاء ليس لهم مصداقية للقيام بأي حوار. أولاً، اثنين، هؤلاء كرئيس الدولة ورئيس الحكومة اللي عاشوا مع النظام السابق لفترة طويلة، 17 سنة بالنسبة لرئيس الدولة وعشرات السنين بالنسبة لرئيس الحكومة الذي كان وزيرا للداخلية. هؤلاء طالما أنهم رموز النظام، الجزائريين لا يمكنهم أن يطمئنوا إليهم بأنهم يمكنهم القيام بمرحلة انتقالية يطمئن فيها الجزائريون والجزائريات بأنهم سيقودونهم فعلا إلى بناء مؤسسات دولة جديدة، إلى بناء ديمقراطية. على هذه الجزائريين لما يقولوا باللي ما نتحاوروش معهم يروحوا هؤلاء جميعا، هذا موقف مبدئي، وعبروا عن ذلك في المرة السابقة عندما رفضوا تلك المشاورات. ليس الحراك
في الشارع والمجتمع المدني، كذلك الأحزاب السياسية، كلها تقريبا كان لها موقف في بيان يؤكد بأنه لا حوار مع رموز النظام، لا حوار مع رئيس الدولة الحالي، ولا حوار مع رئيس الحكومة الحالي. وبالتالي نعم، الحوار كطريقة حضارية لحل المشاكل نثمنه وننخرط فيه، ولكن مع من نتحاور طالما أن هؤلاء مرفوضين من كافة الشعب الجزائري؟ إذا الإخوة يبحثون عن حوار حقيقي، يجب أن نتوصل إلى خريطة الطريق متفق عليها. والجزائريين والطبقة السياسية قالوا ما نتحاوروش مع هؤلاء، ولكن في نفس الوقت نحن نريد مرحلة انتقالية يديرها رجال ونساء مقبولين من طرف الجزائريين والجزائريات لفترة زمنية. هؤلاء يقومون بوضع التشريعات الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية أو أي انتخابات مستقبلية يمكن أن نطمئن إليهم. يحتاجوا إلى لجنة للانتخابات، لجنة مستقلة تماما عن وزارة الداخلية. نحتاج إلى حكومة محايدة تتشكل من إطارات جزائريين المشهود لهم بالنزاهة وعدم تورطهم مع النظام السابق. إذن خريطة الطريق بسيطة، والحوار حول هذه الخريطة، حول الأشخاص، حول المدة الزمنية، هو الشيء الذي يطلبه الجزائريون والجزائريات، ومستعدين إلى الحوار في هذا الإطار. بالنسبة للأشخاص، بالنسبة للمدة الزمنية التي ستؤدي إلى انتخابات نزيهة حقيقة، تؤدي إلى أن مؤسسات الدولة المقبلة ستكون نابعة عن إرادة الشعب الجزائري. هذا هو الذي يريده الجزائريون والجزائريات. لا يريدون أن تكون هناك انتخابات بسرعة التي ستنتج مؤسسات ليس لها قوة ودعم الشارع، وعندما لا تكن لها قوة ووقوف الشعب الجزائري سواء وراء رئيس أو برلمان أو حكومة سيكون ضعيفا لخدمة الجزائر الذي نريده، وهي ليس أمور تعجيزية. نريد أن ننتقل من مرحلة تغييب الشعب والحكم باسمه إلى مرحلة أن الشعب هو الذي يحكم من خلال الرجال والنساء الذين ينتخبهم. على هذه المرحلة الانتقالية التي يمكن أن تكون موضوع حوار ونقاش بين كل الفاعلين، بين مؤسسات الدولة والطبقة السياسية والمجتمع المدني والحراك، هي التي ستؤدي إلى وضع خريطة الطريق مقبولة من طرف الجميع، ولكن تؤدي في النهاية ليس إلى استمرار النظام، لأن النظام السياسي القائم على تغييب الشعب هو ليست قضية أشخاص فقط، هي طريقة الحكم. عندما تكون مؤسسات ضعيفة ليس لها، الشعب لا يدعمها، لا يقف وراءها، هذه المؤسسات لن تؤدي إلى نهضة حقيقية، لن تؤدي إلى اقتصاد قوي يشارك فيه الجزائريات والجزائريين. لأن أي حكومة، أي رئيس يكون نتيجته انتخابات
ليست نزيهة وفي أوقات معقولة لا يمكنه أن يبني جزائر مستقرة وقوية وديمقراطية. الجزائريين قالوا منذ 22 فبراير القضية ليست قضية تغيير الوجوه، القضية قضية تغيير نمط نظام الحكم في الجزائر. للجزائريين منذ 62 إلى اليوم النظام حكم باسمهم ولكن لم يشركهم في كل القرارات. على هذا الحراك، هذه الثورة السلمية هي للذهاب إلى ديمقراطية حقيقية مصدر سلطة فيها هو الشعب الذي سيقوم في المستقبل بمرافقة رئيسه، بمرافقة حكومته، بمرافقة برلمانه، ولن يكون تلك المؤسسات موضوع ضغط من قوى أجنبية أو قوى داخلية، لأنهم سيرتكزون في حكم في حكم الوطن وتنمية الجزائر على إرادة الشعبية، وهذا الشعب له الحق كل فترة زمنية أن يجدد ثقته في الناس أو يعزلهم إذا رأى بأنهم لا يلبون رغباته. على هذه نقول نعم للحوار، نثمن الحوار، ولكن ليس مع رموز النظام الذي حكم الجزائر وأفسد الوطن لمدة 20 سنة. على هذه احنا نقول مع الحوار، ولكن لسنا مع الحوار مع هؤلاء الذين ما زالوا متشبثين بإدارة المرحلة الانتقالية. اعتقادي قلتها من قبل وأكررها، ليس من الأخلاق السياسية أن تستمر حكومة لا يستطيع وزراءها الخروج من مكاتبهم، ليس من الأخلاق السياسية أن يستمر رئيس دولة في إدارة الشأن العام وتنظيم مرحلة انتقالية عندما كل الشعب يرفض ذلك. على هذه أخاطب الضمير في هؤلاء أن يقدموا استقالتهم نزولا عند رغبة الشعب الجزائري الذي يريد أن يطمئن على مستقبله. النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها هو المتابعات. نعم لحماية المال العام، نعم للتحفظ على الأشخاص التي تقوم حولهم شبهة الكسب غير المشروع لاختلاس المال العام، ولكن يجب هذه المتابعات، يجب أن لا تنسينا بأن أهم شيء هو الذهاب إلى مرحلة انتقالية بآليات يقبلها الجزائريين، وبأن الهدف والأولوية هي لإنشاء نظام ديمقراطي في الجزائر ليتشوق إليه أبناؤنا في الداخل وأبناؤنا في الخارج، اللي لو نذهب إلى ديمقراطية حقيقية سيعودون إلى الجزائر، والذين يهاجرون سيتوقفون عن الهجرة. إن ما أحلى أن تعيش بين أهلك وفي بلدك وتقوم بالشيء الذي تستطيعه في بناء الدولة وبناء المؤسسات، ومؤسسات لتحترم كرامة الجزائريات والجزائريين. النقطة الأخيرة إخواني اللي نحب نتحدث فيها هي الحراك. كل مرة الإخوة يقولوا 10 أسابيع 9 أسابيع يسألونني في الشارع ماذا بعد،
أقول لهم بأن ما نفعله يوم الجمعة وبقية أيام الأسبوع هذه ليست جولات، هذه ثورة سلمية يحسدنا العالم عليها. أصبحنا الآن مسؤولين جميعا على أن تبقى هذه الثورة مثالا يدرس في جامعات العالم بحضاريتها بسلميتها، ولكن باستمراريتها بالصبر. الكثيرين يراهنون على أننا سنتعب، لن نتعب، لأن الهدف نبيل، الهدف كبير، هي استعادة كرامتنا، استعادة دولة سيادة القانون، هي الوفاء للشهداء الذين ضحوا من أن نعيش في دولة ديمقراطية مصدرها ووثيقة حياتها هي بيان أول نوفمبر. يجب أن نصبر. لا أريد أن أسمع خطاب التشاؤم، لا أريد أن أسمع إلى متى سنبقى نناضل بطريقة سلمية. سنصبر، عندما نصبر لعشرين سنة والوطن يختلس ونحن نتفرج على الفساد ونحن نتفرج على شرف الجزائر، ما نقدروش نقولوا إلى متى، إلى أن نحقق مطالبنا المشروعة وهي الذهاب إلى مرحلة انتقالية يديرها رجال ونساء مخلصين التي ستضع اللبنة الأولى لديمقراطية حقيقية. ولكن في نفس الوقت لاحظت هذا الأسبوع بأنك محاولة تفرقة بين الجزائريات والجزائريين. نحن هذا الحراك وحدنا جميعا، لم نتوحد كما هذه المرة إلا في الثورة التحريرية. اليوم كلنا جزائريات وجزائريون، يجب أن لا نأخذ الاختلافات الإيديولوجية، كل الاختلافات يجب أن نضعها جانبا. لدينا هدف نبيل، وهذا الهدف النبيل لن يتحقق إلا إذا بيد واحدة باتحادنا بصبرنا نستمر وبطريقة سلمية. العالم كله يشهد بأننا نضال بطريقة سلمية وبأن مطالبنا ليست تعجيزية، بالعكس هي بسيطة. وقلنا بأن الجيش الوطني الشعبي اللي هو سليل جيش التحرير الوطني يرافقنا كمؤسسة قوية، يرافقنا لتحقيق الديمقراطية، يرافقنا في هذه المرحلة الانتقالية لكي نطمئن بأن طريقة تسيير الشأن العام، طريقة إدارة المؤسسات بالتليفون وبالقوة يجب أن ينتهي. على هذه نقول يجب أن نستمر في حراكنا
يجب أن نقوم بذلك بطريقة سلمية، يجب أن نصبر، نستطيع أن نفكر في وسائل سلمية أخرى للاحتجاج مع قدوم شهر رمضان المبارك، ولكن يجب أن تكون النتيجة والهدف واستمرارنا في هذا الحراك السلمي، في هذه الثورة السلمية. اليوم إخواني أخواتي، لدينا مسؤولية أكبر من المسؤولية قبل 22 فبراير. اليوم كل العالم يبارك هذه الثورة السلمية المباركة. أحد الصحفيين كان يتحدث في الخارج يقول باللي هذا الشعب يحتاج عن جدارة، جائزة نوبل للسلام. رأينا الحراك، الاحتجاجات حتى في الدول الغربية، 10 أسابيع ومقبلين على الأسبوع 11، وكلنا أخوة وسلمية ولكن استمرارية. يجب أن نحافظ على ذلك جيدا، هذه مسؤولياتنا. في الأخير، شهر رمضان المبارك على الأبواب، أتمنى لكم شهر مبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.